محمد عمره 3 سنين ووصلت له نظارة، يا ترى هيلبسها؟ تعال نشوف الإجابة في الفيديو اللي جاي. Elephant ايه color؟ شوف هني دخلت جوه ازاي؟ أول ما حاول يركز هني دخلت على جوه. يلا شايف كده الليت؟ أول ما حاول يركز هني دخلت جوه، اللي هي الشمال دخلت جوه. هم مرات الاثنين. مرة الاثنين يخشوا مش كده؟ طيب هو بقى بينزل النظارة على طول، أول ما بيرفع النظارة عنه يروح هو منزلها. أول ما بيصحى بيلبس النظارة على طول؟ على طول، ما يقدر بدونها. بدون النظارة ما يقدرش. لا. هو الحول عنده نتيجة مد النظر أو طول النظر، طول النظر عنده لما بيحاول يركز على الأشياء، يعني شوف لما بمسك له اللعبة دي عشان يعرف يبص عليها، عشان أول ما يركز على حاجة هي تحول. النظارة بتخليه يركز بس ما يحولش. دلوقتي بالنظارة مفيش حول. لما بنحط النظارة مفيش حول خالص. أول ما نرفع النظارة بص عليها. إليفانت. شوف الإليفانت هي دخلت على جوه. يعني حولت على طول. طب احنا هنسيب النضاره كده نشوف هو هينزلها. هو لوحده كده هيعمل ايه؟ يلا بص بيعمل ايه؟ يروح شددها ومنزلها على طول. يا سلام، فوق من غير النضاره داخله وبالنضاره نازله. قول لي بقى ثانك يو. ثانك يو. ثانك يو. شكرا. شكرا. ترى هم الاطفال بيحبوا النضارات؟ وليه محمد حب النضاره وسابها لعينيه؟ مستني منكم الاجابات في الفتره اللي جايه دي. لو عندك أو عند أي حد يهمك مشكلة في عينيه، ما تترددش تتصل بينا في طبيبي